عيد الحب هالعام كان مختلف بالعاصمة المصرية اللي احتفلت مساء الأربعاء بهالمناسبة عبر عدة حفلات فنية، كان أبرزها حفل النجم المصري عمرو دياب بأحد أكبر فنادق القاهرة. دياب اللي قدم أجمل أغنياته العاطفية بهالحفل كان أطلق قبل ساعات قليلة كليب أغنيته الجديدة معك قلبي، وصار محقق حوالي 1.5 مليون مشاهدة. معك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني، معك قلبي والله ولا بنساك. كليب بسيط عنوانه الرومانسية قدمه دياب المعروف عادة بتقديم الكليبات الضخمة ليكسر عبره الصورة التقليدية لكليباته. يا أحلى